الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. غير رسالة إلى ضحايا النظامين. اليوم جاني واحد يعني واحد أنا سمس، قال لي واحد الأستاذ سي بوعرفة لك كل التقدير والاحترام، لولاك ولولا الشرفاء أمثالك ما وصلنا إلى هذه النتيجة، ولكن أتعجب ما داير الأعداء الذين يقولون وابو عرفه وكذا، والنقابه اللي كيقولوا لماذا علاش بعرفه كيجيب الاخبار وحنا ما كنجيبوش وكذا. يعني غير باش نوضح هذا الكلام، هذا راه خير البريه هضروا فيه الناس الرسول عليه الصلاه والسلام، تعدوا عليه كاع. على كل حال غير كرساله لذوك النقابات اللي كيهضروا، نقول لكم واحد الهضره. وزارة التربية الوطنية باب الروح مسؤول صديق ديالي عندي مع علاقة متميزة في مقر الوزارة قال لي واحد لقيت الشيخ سي بوعرفة، والله لولاك ما تحل هذا المشكل هذا، لأن إعلاميا عطيت لي واحد لي فيديو مراسلات إلى آخره. الشيخ سي بوعرفة دوك النقابات الأكثر تمثيلية، وهذا الشيء خصو يعرفوها العالم، النقابات الأكثر تمثيلية في 2011 لما كان الحراك العربي وكانت حركة 20 فبراير، هناك تعليمات من العهد الكريم حفظه الله ورعاه، الوزير التربية الوطنية أعطى التعليمات ديالو لصفية جميع الملفات العالقة. النقابات الأكثر تمثيلية هي من سحبت ملف الضحايا، غير باش تعرفوا الضحايا اللي كتدافع على النقابات التمثيلية ودوك المرتزقة ودوك البندية والشمايس، راه النقابات التمثيلية من سحبت ملف ديال الضحايا، وكانت صواو الناس في 2011 ومرضنا ما عنده باس. دابا حيت تحياتي جا ونزل بالثقل ديالو الاعلامي والعلاقات المتميزه اللي تربطني بمسؤولين، علاقه متينه متميزه ادامها الله سبحانه وتعالى، وكتجيو كتقولوا اوا كما قال لي واحد من الفرد قال ابو عرفه كيقولوا ابو عرفه كيجيب الخبر، منين كيجيب الخبر وكذا، واش حنا على انتم ملي بعثوا الماتش كاع تسالوا كاع تكونوا كاع خصهم تسيليا، راه فيكم البانديه اللي بدل الاطار، فيكم الشلابيه اللي دمرتوا النقابه وكذا، فيكم اللي التفرغ. وريو لي اجل جانا ياك، انا نقابي وعضو مجلس الوطني ديال الوديتي، والوديتي تاسست في 2006، حنا لسنا باكثر تمثيليه ولكن حنا باكثر يعني كريديبيليتي، يعني حنا نسوم كريديبل احسن منكم انتوما، حنا ما بعنا ما شرينا. وباش تقول لي انا دوزت الامتحانات دو فوا وما نجحناش، وكنساو الترقية دابا وكنساو الامتحان يجي. إذن باش تهضروا في الناس الشرفاء راه كتسمى قلة الأعراض، ايه باش تقولوا كيجيب الخبر. العلاقة المتميزة اللي عندي أنا راه متميزة الحمد لله، ولكن انتوما البندية الشلابية اللي بعثوا الماتش 2011، المأساة كلها ديال الضحايا ديال رجال التعليم جات من نقابة التسميتية ديالي، بعثوا يا البندية وشريتوا وضبطوا. المهم المسائل راه معروفة، شوف راه أنا اللي قلتكم، قلت السي الحليمي الله يكثر خير في واحد اللقاء في بوزنيقة، راه حنا كنقراو البرا في السماء مسدودة. كفاني فخرا الاستقبال الذي استقبل به من طرف الأساتذة أمام الرباط، الأستاذات والأساتذة، وكفاني شهادات الناس الأفاضل في حقي أنا، وكفاني فخرا أن التاريخ يسجل ان الاستاذ بوعرفه دار واحد المجهود جبار مع الرفاق ديالو والاخوان ديالو، والحمد لله وصلنا الى بر الامان، والملف ديالنا يعني عما قريب يعني كل واحد غايش الساحقات ديالو ان شاء الله عما قريب. وداك الشيء اللي كنت كنقول ما عمري قلت شي هضره وخلص الطريق، غير انتم البنديه بقى فيكم الحال حيت تحياتي كنجيب الخبر. على كل حال استاذ الحسن بوعرفه لم نعد من ضحايا النظامين، وبالمناسبة أشكر كل من ساهم في سميتو هذا الملف هذا، وأشكر بطبيعة الحال رئيس الحكومة الذي تفهم وضعية يعني شيوخ رجال التعليم وأعطى تعليمات باش هذا الملف هذا يتحل. وحنا كنهضرو بدون مزايدات، حنا خدمنا لجميع الضحايا، ما عندناش لا كنفضلوا هذا على هذا، وما عمرنا فرقنا بين هذا وهذا، وكنت اعتبر جميع الضحايا اصدقاء ديالي، وكنت ارد على المكالمات ديالهم يوميا
مما يؤثر واخا الصحه النهائيه ياك وكنضحيو، ولكن باش يبقى فينا الحال كيبقى فيكم الحال. دابا ملي كيمركي واحد البيت، راه ملي كيمركي واحد البيت راه الفرقه كلها كتنتصر، راه انتصرنا حنا كاع. ايوا واش بغيتي ما مركيش انا وما تمركيش انت؟ ايوا نبقاو حنا بالتعادل ولا بالانهزام حتى مركي علينا حنا؟ على كل حال راه انا اقول هذا ولا اخاف لومة لائم، والله العظيم ثم العظيم لا اخاف الا الله سبحانه وتعالى، واقدر والدتي اطال الله في عمرها واترحم على روح والدي اسكنه الله فسيح جناته مع الذي انعم عليه من نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اخوكم الاستاذ حسن بوعرفه من مدينه الكميمه، تعيش اللهم يسير.